شاري، عندي ليك تحدي. ايه هو هتعمل لي ماينكرافت ويديك 1000 جنيه. 1000 جنيه ماينكرافت استخدام انجن، جيم انجن عادي ولا اللي انت عايزه ماينكرافت، بس لو عملتها في ساعة هزود 500 من عندي. لو عملتها في ساعة تزود 500 كده 1500 صح؟ في ساعة. هبدأ دلوقتي. طبعا عشان اعمل لعبة زي ماينكرافت محتاج كذا حاجة، محتاج مثلا زي الكاركتر او الشخصية اللي العب بيها، اكيد فيرست بيرسون، محتاج التكستشرز والموديل ودي لسه هنزلهم، ولغة البرمجة اللي هستخدمها مش هستخدم جافا زي ماينكرافت الاصلية مستخدمة، انا هستخدم بايثون عشان دي اللغة اللي انا عارفها اكتر وعندي خبرة فيها، وهستخدم يورسينا الموديول بتاعي اللي بشتغل بيه. ومشاهدة ممتعة. لغاية دلوقتي عملنا الشخصية بتاعتنا وظبطنا الجراوند بتاعتنا وجربنا الانتيتي. الانتيتي عبارة عن أرضية عادية زي اوبجكت كده، هي موجودة كلاس موجودة جوه ال يورسينا أو يورسينا، ف لسه بقى هنكمل الباقي زي مثلا هنضيف البلوكات الميكانيكس كلها. هنا بدأت أشتغل على الميكانيكس زي البناية والتكسير واللي هو اللي انت تغير البلوكاية. انا ضفت شوية حاجات زي الجراس، دي طبعا بلوكات جراس الستون والوول بريك، وطبعا هضيف حاجة تانية حاجة تدي كده انتعاشة للعبة، هي الانفنتوري اللي هي الايد، كل لما تغير البلوك ايدك البلوك اللي في ايدك تتغير على حسب بقى البلوك اللي انت حاططه. هنا عملت حاجة اسمها نويز أو سيد موجودة في ماينكرافت، اللي هي كل ما تخش عالم يروح عامل لك عالم جديد تاني غير اللي هو موجود أصلا، فكل ما تقفل اللعبة أو تدخل عالم جديد يروح عامل لك جنريت لنيو وورلد، فهي دي كانت فكرة النويز حبيت أعملها. وبس كده وصلنا لآخر الفيديو، يا رب تكون استمتعت، ولو عجب الفيديو فعلا يا رب تدعمنا كده بلايك حلو زي كده، ولو عايز تجرب اللعبة أو تاخد السورس كود حطه على جيت هاب حاضر، وحط إن شاء الله اللينك في الديسكريبشن. وبس كده سلام.